طيب ان شاء الله النهارده نكمل بقيه الموضوع بتاعتنا. عندنا موضوع مهم جدا النهارده هنتكلم عليه، هو موضوع الاكسس كنترول ليست. كنا اتكلمنا قبل كده من زمان قوي، من زمان قوي قوي لو حد فيكم فاكر، على موضوع البيرميشنز. حد فاكر الموضوع ده؟ حد فاكر الموضوع ده؟ ايه موضوع البيرميشنز دون؟ موضوع البيرميشنز كان كل هدف في الحياه ان انت تتحكم مين اللي يقدر يفتح الملفات بتاعتك، مين اللي يقدر يقراها، او مين اللي ممكن يعدل فيها او يحذفها، او ممكن ينفذها لو انت بتنفذ سكريبت. تمام كده، ده كان كل هدف من الموضوع ده. طيب دلوقتي انا عايز يعني اكبر الموضوع شويه. ازاي يا عم؟ قال لك انا عايز ابدا اشير الفايلز بين المستخدمين، مش كده وبس، او بلاش كده حتى، بلاش اشير دي، عشان الناس هتفهم كلمه شير دلوقتي ان انت هتشير ملفات على النتورك، ودي لسه ما دخلناش فيها. انا عايز اخلي الملفات اللي موجوده عندي على الشبكه، بلاش على الشبكه، على الجهاز حتى البيزك خالص. خلينا نتكلم كالبيزك النهارده، جزء الشيرنج ده ممكن نبدا فيه كمان يومين ان شاء الله، بس خلينا نتكلم النهارده على البيزك بس. انا عايز اخلي الملفات اللي موجوده عندي على الفايل سيستم على بارتيشن معين عندي، الملفات دي بيملكها يوزر اسمه اكس، بس في نفس الوقت عايز يوزر تاني من حقه ان هو يعدل في الملفات دي. هتقول لي بسيطه، حط الاذر رايت. هقول لك صح، بس لما انت حطيت الاذر رايت في مشكله تانية حصلت، بقى كل الاذرز معاهم رايت. يعني لو انت عندك يوزر واحد ويوزر اتنين ويوزر تلاتة ويوزر عشرة، ان شاء الله يكون عندك الف يوزر، كلهم بقى من حقهم رايت، ودي مصيبه سودة، بل تكاد تكون بلوه مسيحه. ليه؟ لان انت كده حبيت تدي اليوزر واحد صلاحيات زياده على ملف بيملكه يوزر تاني، اديت لكل الناس اللي موجوده على سيستم نفس الصلاحيات، فبقت مشكله اكبر. خلاص، فالهدف من موضوع النهارده ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا يكون عندي شويه فايلز، الفايلز دي مملوكه ليوزرز معينين، ها، وفي نفس الوقت ادي ليوزرز تانيين صلاحيات معينه على نفس الفايلز دي. تمام؟ طيب كلام جميل. عشان نبدا نجرب، تعال نجرب على يوزر، تعال اول نجرب على فايل وعلى دايركتوري، وبعد كده تعال نجرب على يوزر وعلى جروب. تمام؟ لو حد فيكم فاكر من ايام زمان، من 40 50 سنه كده، لما اتكلمنا من في التراك الاولاني، ربنا يديكوا الصحة بقى، لما كنا بنضيف اليوزرز، كنا بنضيف اليوزرز ازاي؟ ها، حد فاكر؟ كان يوزر اد، يوزر اد واسم اليوزر بس، خلاص شكرا. طب لما تحب تغير الباسورد بتاعته بسرعة كده، كانت باسورد واسم اليوزر برضه. فاكرين البرايمري جروب والسكندري جروبس؟ ها، حد فاكر البرايمري جروب والسكندري جروبس؟ ها، حد فاكر؟ كلكم نسيتوا ولا واحد فيكم فاكر؟ ما شاء الله. حلو، كويس، في ناس فاكره، هي ممتاز. حلو، البرايمري جروب كان كل هدفه في الحياه ان انت عايز، او هقول لك لازمتها ايه؟ خلينا نجيب من الاخر، خلينا نجيب من الاخر. مفيش حد ملوش، حتى في الحياه العمليه، انسى سيستم خالص بقى، وانسى ان انت شغال سيستم ادمن، مفيش اي حد في اي مكان الا له وظيفه رئيسيه، ومع الوظيفه الرئيسيه اللي موجوده دي في وظائف فرعيه، او ممكن يكون في شغل فرعي تاني بيعمله. مهما كنت ان شاء الله، حتى تكون مدير، ممكن تكون مدير بس بتعمل حاجه تانية، بتحضر اجتماعات لشركه تانية، او بلاش شركه تانية، بتحضر اجتماعات لتيم تاني، مش عارف، بتعمل شغلانه ايه جنب شغلك الرئيسي. حتى لو انت سيستم ادمن صغير، هتلاقي يطلع لك مدير كده زي الخازوق، ويقول لك مش عارف خلي بالك من الحته الفلانيه بتاع النتورك مثلا، وانت اصلا مش مسؤول عنها. ده لا يمنع باي حال من الاحوال ان انت ليك وظيفه رئيسيه، بس الوظائف التانيه او الادوار التانيه بتقوم بيها دي كلها ادوار فرعيه. الظروف بقى حكمت، سياسه الشركه، ما يهمنيش، المهم في الاخر ان ده ايه؟ ها، هو ده الواقع الفعلي. نفس الحكايه بتطبق على السيستم، اي يوزر عندك بيكون ممبر في جروب معينه، هي دي البرايمري جروب بتاعته. طب ليه البرايمري جروب مهمه جدا عندك؟ لان البرايمري جروب هي اللي بتحدد صلاحيات الملفات، ها، عندك. ازاي يا عم؟ هقول لك بس، تعالى كده ثانية واحدة عندي، تعالى كده نتاتش ملف، تعالى أول كده سويتش لليوزر اللي اسمه يوزر واحد، تعالى كده نتاتش ملف اسمه فايل واحد، وال اس داش ال فايل واحد ده كده، بص لي كده، مين يوزر واحد ده؟ يوزر واحد الأولاني ده، ده اليوزر أو الأونر بتاع الملف. طب مين يوزر واحد التاني ده؟ يوزر واحد التاني دون، ها، هي البرايمري جروب بتاعة اليوزر اللي اسمه يوزر واحد،
طب هو ليه يوزر واحد ده بقت الجروب تملك الملف؟ لان دي كانت البرايمري جروب بتاع اليوزر دون في وقت ما انت عملت كرييت للملف ده. تاني ليه يوزر واحد دي بقت هي البرايمري جروب او هي الجروب اللي بتملك الملف ده؟ ليه؟ لانها كانت البرايمري جروب لليوزر اللي اسمه يوزر واحد وقت ما انت كريت الملف. يبقى البرايمري جروب بتاعتك مهمة عشان الفايل اونرشيب. تمام كده؟ ها واضحة الحتة دي؟ طيب كلام جميل. طيب تعالى يا عم كده نعمل نخرج كده من عند اليوزر واحد ده، تعالى كده نضيف جروبس كده ونقول له كده جروب اد ادمنز وجروب اد وليكن دي سي ادمنز وجروب اد او ماشي خليها جروب اد كمان وليكن ديفلوبرز او ديفز. ممتاز جدا. طب لو عايز اغير البرامج جروب بتاع اليوزر ده هقول له كده يوزر مود ده جي ديفز للراجل اللي اسمه يوزر واحد. خلاص تعالى كده لو قلت له اي دي اليوزر واحد وبص البرايمري جروب بتاعته ايه اللي حصل لها؟ بقت ديفز. طب لو جيت كده عملت اس يو ليوزر واحد وجيت تقول له تاتش فايل 2 ال اس داش ال فايل استريك، بص لي كده المره دي، ها بص ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل الاونر شيب بتاعت الملف؟ ها ايه اللي حصل الاونر شيب بتاعت الملف؟ اتغيرت صح؟ صح. معنى كده ان الجروب او البرايمري جروب بتاعت اليوزر دي مهمه جدا بالنسبه لك، خليك فاكر الحكايه دي، لان بناء عليه ها الفايل اونر شيب بتاعت اليوزر دون هيحصل ايه للجروب بتاعتها؟ هتتغير، خليك فاكر الحكايه دي. طيب كلام جميل، ارجع مره ثانيه. طيب زي ما قلت لك ان في برايمري جروب في برضه سكندري جروبس، واي يوزر في الدنيا بيكون ممبر في برايمري جروب واحده بس، او كل يوزر بيكون له برايمري جروب واحده بس، لكن ممكن يكون ممبر في اكتر من سكندري جروب. زي ما انت في الشغل مثلا انت تلاقيك سيستم ادمن، بس يا عيني انت راجل مسكين كل شويه يلبسوك شغل للداتابيز ادمنز، تاخد باك اب بالداتابيز ومش عارف، وتعمل شغلانه ايه في النتورك ومش عارف، ومين في الديفلوبرز مش عارف كان ما جاتش النهارده، فانت تروح مش عارف تعمل له ايه، حته من الشغل بتاعته يقول لك خد اعملها لي، ولا يكلمك في التليفون يقول لك والنبي يا محمد اعمل لي الحته الفلانيه دي كنت المفروض اعملها. زي مثلا يسيب الكود بتاعه، ها يعمل كوميت للكود بتاعه. المهم ان انت بتعمل حاجات كتير قوي، يمكن يكون واحد في السكرتاريه ما كانش موجود النهارده، ولا الراجل عندك بتاع شؤون العاملين مش موجود وعايزين ياخدوا الريبورت من على جهاز البصمه، يقول لك تعالى والنبي هتنال الحكايه دي. صح. ففعلا دي الخوازيق اللي بتحصل، دي الخوازيق اللي بتحصل يوميا بشكل طبيعي. انا بقول لك على امثله بتحصل كل يوم في الشغل، مش اختراعات ولا حاجه، والله فعلا حرفيا ده اللي بيحصل، هو ده نفس اللي بيحصل. انت اصلا شغلتك في الحقيقه ايه؟ انت البرايمري جروب بتاعتك ايه؟ سيستم ادمن، لكن كل الحاجات دي مش بتاعتك، بس بتعملها يعني ايه لو الدنيا زنقت؟ هي نفس الحكايه، انت بتكون ها ليك برايمري جروب واحده بس، لكن ممكن تكون ممبر في اكتر من سكندري جروب. عشان كده انت ممكن تعمل ايه؟ تعالى كده ممكن اقول له جروب اد، تعالى نضيف جروب نتورك ادمنز، ممكن اقول له كده يوزر مود داش جي دي سي ادمنز للراجل اللي اسمه يوزر واحد. لو كنت اقول له كده اي دي يوزر واحد، بص لي يوزر واحد دلوقتي، ها البرايمري جروب بتاعته زي ما هي ما لمسناهاش، لكن المره دي غيرنا ايه؟ ها السكندري جروب. وقلت لك قبل كده لو حبيت تغير السكندري جروب لحاجه ثانيه خليها لي يا عم دلوقتي نتورك ادمنز، بص لي ايه اللي هيحصل؟ ايه ده؟ ده السكندري جروب بس اتغيرت، بس مسحت السكندري جروبس القديمه بتاعته. هقول لك بس عشان تخليه نفس السكندري جروبس زي ما هي وتضيف دي عليهم، ها اعمل ايه؟ استخدم اوبشن داش ايه عشان يابند للليست. تمام كده؟ تعالى كده، ها المره دي بقى ممبر في ايه؟ في اكتر من سكندري جروب. ماشي كده؟ طيب كلام جميل، حلو جدا، لحد دلوقتي الدنيا تمام وزي الفل مفيش اي مشاكل. طيب
عايزين بقى دلوقتي، انا عندي يوزر واحد خلاص كده، تعالى كده يا عم اس يو ليوزر واحد، وتعالى كده تاتش تحت السلاش ملف هسميه فايل واحد. permission denied. طيب كلام جميل. permission denied. طيب كلام جميل. تعالى كده هخلي الروت يعمل دايركتوري mkdir slash work مثلا، خلاص، وهقول له chmod او chown chmod خليها لي plus w slash work. chmod a plus w slash work. الكيبورد عندي بيتهيس لسبب ما، اولا انا بكتب بسرعة فالشيفت والدبليو تقريبا يعني ما بيلحقش ان هو يكتب كل حرف لوحده يعني، معلش بسرعة الكتابة بس. طيب انا كنت بكتبها هنا كانت الدبليو كابيتال لو حد فيكم خد باله، بس هنا بقت سمول، شايف بسرعة الكتابة بس، فما بلحقش شيك صبعي من على الزرار يعني. طيب ما علينا. لو جيت اقول له كده ls داش ld slash work كده، اهي الاذر معاهم رايت كده، ممكن اعمل ايه، اعمل سويتش يوزر كده اليوزر واحد واقول له cd slash work كده، مفيش مشاكل. بعد كده هقول له touch فايل واحد ls داش l، ها الفايل ده اونت عن طريق اليوزر اللي اسمه يوزر واحد، تمام. وتعالى كده اقول له ايكو تيست فايل، وهحط الكلام ده في الملف اللي اسمه فايل واحد، كات فايل واحد في سطر واحد بس، ممتاز جدا لحد دلوقتي تمام. تعالى كده اي دي، انا عندي يوزر اسمه يوزر اتنين، ما عنديش يوزر اتنين، تعال نكريك كده يوزر اتنين، يوزر اد يوزر اتنين باسورد كده اليوزر اتنين، ممتاز. السيو كده بقى اليوزر اتنين، تعالى كده يوزر اتنين انت خش في الدايركتوري دي، وتعالى كده اعمل ليست اهو بيليست معاك. طب تعالى انت اعمل كده ايكو تيست فايل تو، وحط لي السطر الجديد ده في الملف اللي اسمه فايل واحد، بص لي ايه اللي حصل، قال لي permission denied. شفت ايه اللي حصل؟ permission denied. ليه permission denied؟ لان انت مالكش اي صلاحيات عليه، الملف ده مملوك ليوزر واحد ومملوك للجروب اللي اسمها ديفز، وانت لا ممبر في الجروب دي ولا انت يوزر واحد، انت يوزر اتنين، فاكيد مش هيرضى. طيب انا عايز دلوقتي ادي صلاحيات، ها عايز ادي صلاحيات للملف ده بس اديها ليوزر اتنين بس، انا عايز اديها ليوزر اتنين بس. هقول لك والله في الحاله دي هنستخدم الاكسس كنترول ليست، في الحاله دي هنستخدم الاكسس كنترول ليست. طيب تعالى كده عشان تستخدم الاكسس كنترول ليست، الاول بص على الفايل سيستم بتاعك، يرجع بقى روت كده، الاول تشيك الفايل سيستم بتاعك، لو الفايل سيستم بتاعك اللي انت بتتعامل معاه اكس اف اس، ها معناها ان الفايل سيستم بشكل اوتوماتيك من غير ما تقرب له بيسبورت الاكسس كنترول ليست عندك. ايه ده، هي الاكسس كنترول ليست اصلا مش سبورتد؟ هقول لك لا، هي سبورتد وكل حاجه، هي سبورتد وكل حاجه، بس لازم عندك حاجتين عشان تشتغل. ايه الحاجتين دول؟ الحاجه الاولانيه ان الكيرنل نفسه يسبورت الاكس اف اس، وبنسبة 99% كل الكيرنلز بتيجي بري او هي اصلا بري كومبايلد ان هي تسبورت الاكسس كنترول ليست، ده رقم واحد. 99 بوينت خمس تسعات جنب بعض يا سيدي ان معظم الكيرنلز بتبقى جايه بري كومبايلد ان هي تسبورت الاكسس كنترول ليست. الحاجه الثانيه هي ايه، ان الفايل سيستم وهو بيتعمل له ماونت يسبورت الاكسس كنترول ليست. طيب الفايل سيستم هو بيتعمل له ماونت يسبورت الاكسس كنترول ليست، دي في تحت منها جزئين، الجزء الاول ان الاكس اف اس بشكل اوتوماتيك بيسبورت الاكسس كنترول ليست، مش محتاج تماونت وتقول له انت بتعمل ماونت، ها
انيبل الاكسس كنترول ليست. طب لو انت شغال فايل سيستم تاني مثلا زي الاي اكس تي 4 او الاي اكس تي 3، ها لا، لو بتشتغل فايل سيستم عادي لازم وانت بتماونت تقول له ايه، ها لازم تقول له النبي يا حاج ماونت، وانت بتانيبل الاكسس كنترول ليست على الفايل سيستم ده لازم تعملها بشكل مانيوال. طيب تعال نرجع الاولانيه مره تانية، ازاي اعرف عندي اذا كان الكيرنل بتاعي كومبايلد ان هو يسبورت الاكسس كنترول ليست ولا لا؟ هقول لك بسيطه، فاكر الكيرنل بتاعك كان موجود فين؟ فاكر كان موجود في سلاش بوت صح؟ في عندك ملف هنا كده ظريف قوي اسمه كونفج. كونفج ده هتلاقي فيه ايه؟ كونفج ده هتلاقي فيه كل الاوبشنز اللي الكيرنل بتاعك بيسبورتها وهو كان بيتعمل له كومبايل بالتفصيل الممل. فانا ممكن اجي اعمل حركه صايعه كده اقول له grep داش اي اي سي ال من الملف اللي اسمه كونفج ده، ها هل الاي اكس تي 4 الكيرنل ده كومبايل ان هو يخلي الاي اكس تي 4 يسبورت الاكسس كنترول ليست؟ ايوه. طب وبالنسبه للاكس اف اس برضه تمام. طب بيسبورت الاكسس كنترول ليست على الان اف اس؟ طب بيسبورت بشكل جينيريك الاكسس كنترول ليست؟ طب بيخلي البي تي ار اف اس؟ طب السي اي اف اس تقريبا يعني، ها بيخلي كل حاجه تسبورت الاكسس كنترول ليست عندك بس. تمام كده. طيب ممتاز، معنى كده ان اول جزء عندي للتشيكنج تمام زي الفل مفيش اي مشاكل. طب الجزء الثاني، الجزء الثاني هقول لك روح تشيك الفايل سيستم، ها الفايل سيستم بتاعي دلوقتي نوعه ايه؟ اكس اف اس. هل محتاج تعمل اي خطوه زياده؟ لا مش محتاج تعمل اي خطوه زياده، طالما الفايل سيستم بتاعك اكس اف اس مش محتاج تعمل اي خطوه. خلاص كده، ها في مشكله؟ طب لو الفايل سيستم بتاعك كان حاجه تانية، لو الفايل سيستم بتاعك كان حاجه تانية، هقول لك لو الفايل سيستم بتاعك كان اي اكس تي 4 مثلا، فانت هتضطر غصب عنك وانت بتماونت الفايل سيستم دون تقول له ايه، اديني سبورت الاكس، اسف اديني سبورت الاكس كنترول ليست. تمام كده. تعال عشان نجرب نعمل حاجه صايعه، تعال نضيف كده ديسك عندنا، ادي المكنه بتاعتنا اهي، تعال كده نعمل لها اد، وتعالى يا سيدي نضيف ديسك وليكن مساحته 5 جيجا ولا 10 جيجا مش فارق معايا والله، اي مساحه انا يا دوبك بنجرب يعني. تعال نضيف لها ديسك 2 جيجا، حلو او جميل. طبعا مش هيظهر هنا، هتضطر غصب عنك ان انت تعمل ايه، توقف المكنه دي وبعد كده ترجع تشغلها تاني، مش تعمل لها ريبوت، توقفها، لازم توقفها. وليه لازم توقفها؟ لسبب بسيط جدا، عشان الفي ام وير بتروح تقرا ملفات الكونفيجريشن مره تانية في حاله واحده بس، ان انت توقف المكنه وترجع تشغلها مره تانية. في ملف كونفيج هنا لو رحت كده الفي ام وير، يعني لو رحت الفيرشوال ماشين بتاعتنا هنا اهي، هتلاقي في عندك ملف في ام اكس، ملف الفي ام اكس ده عباره عن ملف كده صغير، ها في كل السيتنجز بتاع الماشين بتاعتك بالديسكات بالايزو اللي واصل بالمكنه، ملفات الايزو او السي ديز اللي واصله بالمكنه بكل حاجه بالتفصيل، الميموري بتاعتها قد ايه، السي بي يو قد ايه، كل حاجه عنها بالتفصيل، الايثرنت كاردز اللي موجوده قد ايه، بالايثرنت كاردز الماك ادرس بتاعها ايه، كل حاجه كل حاجه، الماك ادرس بتاعك او بتاع المكنه او بتاع الكارت اللي واصل بالمكنه ده الفيرتشوال ادابتر اللي واصل بالمكنه، ماشي كده. فكل ده عباره عن ملف عادي، الملف ده مش بيتقرا الا لما تبوت المكنه بس او لما تشغل المكنه. طيب لما تعمل ريبوت، لا هو كان اتقرا اول مره فتحت المكنه بس مش هيتقرا مره ثانيه لما توقفها وتشغلها من اول وجديد، فانت عشان كده لازم تشغلها. هتقول لي يا عم ما انت عمال تقول لنا مش لازم كل شويه تعمل ريبوت مع اللينكس، مش لازم تعمل ريبوت مع اللينكس، هقول لك بس استنى بس على رزقك، اصبر على رزقك كمان شويه وهعلمك طريقه قدام ان شاء الله. لما تضيف اي ديسك ممكن تريسكان حاجه اسمها السكازي باس، السكازي باس لما تعمل له سكان مره تانية او ريسكان هيقدر يديتكت الديسكس اللي موجوده عندك من غير ما تضطر تعمل ريبوت. خلاص فاستنى على رزقك ما تستعجلش يعني، انت مش مضطر تعمل ريبوت، بس احنا في حالتنا دي بانكم لسه بؤساء ولسه في اول الكورس
فاستنوا شويه لحد ما ايه ما نخش شويه بايه قدام كده، وهتلاقي نفسك ايه تقدر تعملها من غير اي مشاكل يعني. طيب كلام جميل. الكي في ام بيقرا على طول ده لسبب، لو انت شغال فيرتشوال ديسك هيقراها على طول، انما احنا هنا عاملين ايميوليشن. لو بصيت هنا نوع الديسك اللي احنا ضايفينه ايه، تعالى كده ارجع لك مره تانية بقى لو عايز ادخلك في التفاصيل. عذبك معايا ليه؟ بس بص لي كده، احنا شغالين الديسك بتاعنا ايه سكازي، احنا بنيميوليت ان في ديسك سكازي موجود عندك، عشان كده مضطر تريبوت. انما على كي في ام بيقراها، او انت بتضيف ديسك كانه فيرتشوال، وباي ديفولت هتلاقي عندك في اصلا الدرايفرز بتاعت الفيرتشوال انستولد على الكي في ام، فبيخلي المكنه الفيرتشوال ماشين الكي في ام تقرا اي حاجه فيرتشوال تضاف لها. جرب لو انت على الكي في ام تضيف ديسك، بس اختار نوع الديسك سكازي او ساتا، وشوف هيقرا معاك على طول ولا لا. مش هيقرا طالما هو ايميوليتد، مش هيقرا معاك. لازم تعمل يا اما تريسكان السكازي باس، او وقف المكنه وشغلها مره تانية. خلاص. ار بي ام داش كيو اي، في حاجه كده هوريها لك. اسف. مش موجودة لأن عمل انستول للنسخة المينيمال. طيب يم سيرش طالما انت فتحت الموضوع. ما علينا، عشان ما اقعدش اضيع لكم وقتكم، عشان ما اقعدش اضيع لكم وقتكم، خلينا لما نوصل لها قدام، لما نيجي موضوع الكي في ام ونيجي نشرحه هقول لك عليها بالتفصيل مله، وافهمك اللعبه ايه اللي بيحصل في الباك جراوند يعني. بس ايه، خلينا واحده واحده دلوقتي بدل ما ادخلكم في 50 موضوع وابوظ لكم الدنيا على الفاضي. نرجع لموضوعنا مره تانية. تعالى كده نعمل ال اس بلوك كده. انا عندي ديسك تاني، عندي اس دي بي موجوده اهو، تعالى نعمل ايه، تعالى نلعب مع اس دي بي ده. ممكن استخدم على طول، احنا بنستخدم الاف ديسك صح، اف ديسك سلاش ديف اس دي بي ان برايمري، هيقدر رقم واحد من الفيرست سيكتور للاست سيكتور. خلاص كده شكرا. تعالى كده بي ده يبقى شكل الديسك ده، اتعمل بارتيشن واحد ونوعه برايمري، والسيستم اي دي بتاعه 83 اللي هو لينكس، اللي هو بارتيشن عادي خالص. خلصنا كده، ممكن اقول له كده بارت بروب ديف اس دي بي، رغم ان انا مش محتاجه لان انا عارف ان هو ديسك جديد وما كانش عليه اي بارتيشنز خالص، فالكيرنل هيقدر يعمل له ريلود او يلود البارتيشن تيبل بتاعه من غير اي مشاكل، من غير حتى بارت بروب. ممتاز. ممكن بعد كده اقول له كده ام كي اف اس دوت اي اكس تي 4 ديف اس دي بي 1، خلاص حطيت له فايل سيستم. بعد كده كده ممكن اقول له ماونت سلاش ديف اس دي بي 1 سلاش اس ار في. بص لي كده، وانت ولما تيجي تعمل ماونت لو انت عايز الفايل سيستم ده، انا عارف ان الفايل سيستم ده هو نوعه ايه، ها انا عارف ان هو نوعه ايه. لو جيت قلت له كده ال اس بلوك نوعه ايه، او بلوك اي دي حتى نوعه، ها اي اكس تي 4 اهو صح. فعشان تخلي الفايل سيستم ده يسبورت الاي سي ال، كنت اقول له كده ماونت داش او اي سي ال لمين يا عم؟ ديف اس دي بي واحد تحت وليكن سلاش اس ار بي. وضحت الحته دي؟ يبقى لو كان الفايل سيستم بتاعك نوعه اكس اف اس، فانت مش محتاج اي حاجه خلاص، هو بقى بيسبورت الاكسس كنترول ليست. طب لو كان اي اكس تي 4، لا يا معلم هنا الوضع مختلف. لو اي اكس تي 4 او اي اكس تي 3، ها لا لازم بايدك وانت بتموت تقول له ايه؟
لازم تقول له ايه يسبورت لك الاي سي ال. طيب الحاجه اللي بعد كده، طب افرض هو كان ماونتد، لازم اعمل له ان ماونت وماونت مره تانية. افرض هو كان ان ماونتد، اسف، افرض هو كان ماونتد، لازم اعمل له ان ماونت وماونت مره تانية. هقول لك لا، كنت اقول له كده تعال نعمل له ان ماونت واوري لك ان ماونت سلاش اس ار في، وتعالى كده المره دي ماونت مره تانية، بس المره دي من غير الاوبشن اللي اسمه اي سي ال. لو جيت اقول له كده ماونت، ها شايف ماونتد من غير اي سي ال اوبشن اهون. ممكن اجي اقول له كده ماونت داش او ريماونت كوما اي سي ال سلاش اس ار في. خلصنا احنا كده. هنا معناها بقول له اعمل لي ريماونت مره تانية، بس المره دي ضيف لي اوبشن اسمه اي سي ال للفايل سيستم اللي هو ماونتد فين في المكان ده. بص لي كده، لو جيت عملت ماونت مره تانية، بص لي المره دي ايه اللي حصل، فين فين فين. ليه مش ظاهرة؟ لسبب ما هي مش ظاهرة. طيب تعال نعمل له ام ماونت كده، تعال نعمل له ماونت مرة تانية. برضو مش ظاهرة لسبب ما، بس هي سبورتد كده بالمنظر ده، سبورتد اكيد 100% يعني. ليه مش ظاهرة عندي؟ طيب تعالى كده اعمل vim etc f step، تعالى اعمله amount كمان slash srv ده etc f step. ال vim مش موجود، by etc f step. ماشي يا سيدي، تعالى انا همونت عندي div sdb 1 تحت slash srv، ده نوع ext 4 ديفولتس و ACL 00، مش عارف، مش عايز فايل سيستم تشيك ولا اي دمب. تعالى كده ماونت داش اي شغال اهو. طيب ماونت برضه مش ظاهر لي ال ACL، بس تاكد 100% ان هو كده بيسبورت ال ACL. خلاص، طب انا عايز اتاكد ان هو بيسبورت ال ACL ولا لا، اعمل ايه؟ ممكن نعمل ايه يا سيدي؟ اي 2 لا، كان ايه، كان ايه، دمب 2 اف اس، دمب اي 2 اف اس. تعال نفتح كده المان بتاعه. ماشي، dump e2fs dev sdb 1. تعال ناخد الكلام ده كده على لس. بص لي كده، بص لي كده على الحتة دي، ها شفت بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو بيسبورت ايه دلوقتي؟ بيسبورت الاكسس كنترول ليست. طيب بص لي كده، لما تعالى كده اعمل له ام ماونت، ام ماونت سلاش اس ار في، خلاص، وتعالى المرة دي نعمل له ماونت من غير اي حاجة خالص، ماونت سلاش ديف اس دي بي 1 تحت سلاش اس ار في. يا تعالى كده ضم مرة تانية e2fs، برضو default mount options محطوط ب ACL. طيب معنى كده ان ال developers بتوع Red Hat، معنى كده ان ال developers بتوع Red Hat على ريل 7
7.3 تحديدا، لان انا كنت متاكد، انا اعتقد ان انا جربتها قبل كده على 7.1. ما كانتش بتبقى باي ديفولت موجوده خلاص، وعلى 6 كمان كنت لازم تعملها بايدك. معنى كده ان الديفلوبرز عدلوها، ها، وعملوا ايه؟ ان الديفولت اوبشنز بتاعت الاكسس كنترول ليست موجوده مع الفايل سيستم حتى وانت بتعمل له ماونت، حتى مع الاي اكس تي 4. الاول كانت موجوده مع الاكس اف اس فقط، دلوقتي بقت موجوده كمان مع الاي اكس تي 4. ده بالنسبه لك خبر كويس، ده بالنسبه لك انت كسيستم ادمن دي حاجه ممتازه يعني، تمام. يبقى كده كمان خطوه اتقللت كمان، يعني كده جزء من المجهود اللي انت كنت بتعمله ايه، ها، اتشال من عليك، الحمد لله. طيب الجزء اللي بعد كده نرجع بقى لموضوعنا. طالما انت متاكد ان الكيرنل بتاعك بيسبورت الاكسس كنترول ليست، طالما انت متاكد ان الفايل سيستم بتاعك معمول له ماونت ان هو يسبورت الاكسس كنترول ليست، ساعتها ممكن تطبق الاكسس كنترول ليست من غير اي مشاكل. طيب عشان تطبق الاكسس كنترول ليست، بسيطه جدا بسيطه جدا، تعالى كده نروح اس يو يوزر واحد، خلاص، سي دي سلاش وورك ال اس كده، هتقول له ايه؟ هتقول له كده set file access control list داش ام، معناها موديفاي داش يو، ها، لليوزر اللي اسمه ايه؟ ها، يوزر 2. طب عايز تعمل له ايه يا عم اليوزر 2 دون؟ عايز تعمل له ايه؟ خلي البرميشنز بتاعته تبقى وليكن ريد رايت للملف اللي اسمه فايل واحد. invalid argument near character واحد. man set facl. والله الامر صح 100%، انا متاكد. تعالى كده نبص على الاوبشنز اهو، احنا يعني تقريبا احنا واخدين الكوبي بيست، يعني مفيش اي مشكله فيه. set facl-m لليوزر اللي اسمه يوزر 2، خليه لي ريد رايت للفايل اللي اسمه فايل واحد. ايه بقى الفرق؟ معلش، ده دي الغلطه اللي عندنا، الداش دي هي الغلطه اللي موجوده عندنا، ماشي كده. طيب ماشي، طيب عايز تجرب بقى كده، تعالى كده اس يو ليوزر 2، خلاص تأكد انت كمان يا يوزر 2، خش سلاش وورك ديا. تعالى بعد كده اعمل ايكو مره تانية وشوف ايه اللي هيحصل معاك. نفس الامر اللي اسمه ايكو، المره دي ها قدر يكتب، قدر يكتب المره دي، ها كتب سطر جديد اهو، اشتغل. ها حد واخد باله؟ كتب المره دي واشتغل من غير اي مشاكل اهو. طيب لو انت عايز تعرف الاكسس كنترول ليستس اللي متطبقه على الملف ده، لو انت عايز تعرف البرميشنز اللي موجوده حاليا، كنت اقول له كده جيت فايل اكسس كنترول ليست من الملف اللي اسمه فايل واحد، بس كده هيقول لك انا كل التفاصيل بتاعته. الملف اللي اسمه يوزر فايل واحد ده، مين الاونر بتاعه؟ يوزر واحد. مين الجروب؟ ديفز. اليوزر ده كذا، واليوزر اللي اسمه يوزر 2 معاه ايه؟ ها، مع ريد رايت، الجروب بتاعه مش عارف ايه، الماسك ايه، الاذر ايه. بص لي هنا الحته دي كده، ده اللي عايزك تركز عليها دلوقتي، بص كده عليها، ها، خدت بالك؟ ها، واضحه الحته دي؟ يبقى لو عايز تدي صلاحيات لليوزر دون اعمل ايه؟ ها، set facl. طيب كلام جميل. طيب عايزين نحط على دايركتري كامله، عايزين نحط على دايركتري كامله، تعالى كده
ممكن اقول له كده عشان اغير البرميشن كلها ch own dash r devs، او خليه هو لي اليوزر اللي اسمه يوزر واحد devs للدايركتوري اللي اسمها slash work. تمام كده. دلوقتي يا سيدي ls dash ld slash work، بص لي كده الدايركتوري دي مين اللي بيملكها؟ الراجل اللي اسمه يوزر واحد والجروب اللي اسمها devs. انا دلوقتي عايز ادي الصلاحيات دي، انا عايز كيوزر واحد خلاص عايز ادي صلاحيات لجروب معينه على دايركتوري كامله. هقول لك والله بسيطه جدا، بسيطه مفيش فيها اي مشاكل. ازاي يا عم؟ هقول لك برضو نفس الحكايه set facl، بس المره دي هقول له ها لو عايز تديها على الدايركتوري بس من بره خلاص سيبها زي ما هي كده. طب لو عايز تديها للدايركتوري كل جواها على دايركتوري كامله بكل الملفات اللي فيها، استخدم الاوبشن اللي اسمه داش ار. داش ار معناها الدايركتوري دي بكل جواها خلاص كده. طيب هعمل فيها ايه؟ هقول له داش ام. المره دي هقول للجروب اللي اسمها وليكن انا كان عندي يوزر 2 ممبر من ايه اي دي كده، اليوزر 2 كان ممبر في الجروب اللي اسمها يوزر 2. حلو جدا. اقول له كده set facl dash r dash m للجروب اللي اسمها يوزر 2، هخليها read write execute للدايركتوري اللي اسمها slash work دي. خلاص عايز اتاكد، هقول له كده get facl dash r اسف get facl slash work. ها بص لي كده بيقول لك الجروب اللي اسمها يوزر 2 دي معاها دلوقتي ايه؟ معاها read write execute. معنى كده ان اي يوزر ممبر في الجروب اللي اسمها يوزر 2 هيكون له صلاحيات ايه على الدايركتوري دي؟ ها هيكون له صلاحيات ايه؟ read write execute. طب تعال نجرب كده su يوزر 2 الباسورد بتاعتي اعتقد طلع غلط، السيو تاني ماشي تمام كده، بقيت يوزر 2 اهون. لو جيت اقول له كده سي دي ال اس داش ال دي سلاش ورك، بص لي كده كويس. لو جيت اقول له كده سي دي سلاش ورك، لو جيت اقول له كده تاتش ملف اسمه فايل واحد الاول، لو انا كده تاتش من غير اي حاجه، بص الاذر دلوقتي معاهم ايه؟ ها بص لي كده الاذر معاهم ايه؟ ريد رايت اكسكيوت. معنى كده ان هم هيعملوا ايه؟ يقدروا يعدلوا. طب تعال نشيلها اساسا، تعال كده سي اتش مود الاذر ماينس ريد رايت اكسكيوت من الدايركتوري دي خلاص كده. تعال نجرب مره ثانيه، حلو كده الاذر مفيش معاهم اي حاجه. معنى كده طالما مفيش معاهم اي حاجه، لو انت جيت ودخلت كيوزر 2 هل تقدر اصلا تعمل سي دي جوه الدايركتوري دي؟ المفروض لا، المفروض زي ما اتعلمنا اي بي سي كده قواعد البرميشنز ما ينفعش صح. طب تعالى كده سي دي سلاش ورك، يلا ده شغال اهو. طب لو كده تاتش ملفات كده، تاتش ملف اسمه فايل 3 ايه ده اتكريت يا نهار ازرق، ده شغال شفت بالظبط عشان انا عامل اي سي ال. هتقولي ما هو اشتغل، ما هو لازم يشتغل لان انت عامل اي سي ال. بس بص بقى لو انت جبتها بند في دماغك كده، تعالى كده اضيف يوزر 3 يوزر اد يوزر 3 وباسورد الراجل اسمه يوزر 3 دون خلاص كده، واس يو كده يوزر 3، هخلي يوزر 3 ده يحاول يخش جوه الدايركتوري اللي اسمها ورك. بص ايه اللي هيحصل، قال له بيرميشن دينايد. طب تعالى كده تاتش سلاش ورك فايل 4 برضه بيرميشن دينايد. طب ليه بيرميشن دينايد المره دي؟ ها عشان الاذر البيرميشنز بتاعته ما تسمحش.
حتى الاكسس كنترول ليست بتاعتهم ما تسمحش. طب ليه سمح مع يوزر اتنين؟ لان انا كنت قايل له هنا من شويه ان الناس اللي موجودين في الجروب اللي اسمها يوزر اتنين اديهم الصلاحيات دي على الدايركتري. طيب لسه في خازوق واحد موجود اللي هو ايه؟ بص لي كده، انا دلوقتي تعال اطلع من هنا، تعال كده SU اليوزر واحد خلاص كده. وتعال اقول له CD slash work، تعال كده هتاتش ملف اسمه فايل خمسة، وهقول له هنا ايكو تيست فايل، اسف خليها في فايل خمسة، اكتب لي في فايل خمسة ده كات فايل خمسة موجود فيه اي سطر او سطر كلام موجود فيه. طيب ls داش ال، بص لي فايل خمسة دلوقتي اوند عن طريق مين؟ بص لي فايل خمسة اوند عن طريق مين دلوقتي؟ ها يوزر واحد وديفز. طب لو جيت اعمل كده su اليوزر اتنين cd slash work موجود. طيب هل انت يا يوزر اتنين تقدر تحط كلام في الفايل اللي اسمه فايل خمسة؟ ايه ده؟ ليه ما قدرش يحط كلام في الفايل اللي اسمه فايل خمسة؟ ليه بقى؟ طب ما الراجل ده له عد دايركتري من بره. هقول لك ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس، انت اديت على الدايركتوري من بره صح، بس الملف ده كان موجود في الدايركتوري ساعة ما كنت بتحط البرميشن عليها؟ لا ما كانش موجود. حلو، يبقى البرميشنز اللي هتطبق عليه ملهاش دعوة باللي انت طبقتها قبل كده، هياخد البرميشنز العادية خالص بتاعته اللي هو المفروض اوند لليوزر ده واوند للجروب دي. ايه يا عم ده، يا عم ايه العذاب ده، انا عايز احط معامل دايركتوري كل مره ملف يتضاف ليها في اي وقت بقى، اتضاف النهارده اتضاف بكره، يورث الملف ده، هتحصل عمليه توريث للبرميشنز من الدايركتوري الاصليه بتاعته. تاني انا عايزه دايما ينهرت البرميشنز بتاع الدايركتوري دي بشكل مباشر، مش لازم كل شويه بقعد اعذب نفسي، لا انا عايز اسيت حاجه اسمها الديفولت بيرميشن، انا عايز اسيت الديفولت بيرميشن خلاص كده. ها حد مش فاهم الحته دي؟ حد مش فاهم الحته دي؟ ها انا عايز سيت الديفولت بيرميشنز. اسيت ديفولت بيرميشنز ازاي؟ اكزيت كده، فاكر حبيبك مان سيت اف اي سي ال عشان احط ديفولت بيرميشن اتحط ازاي؟ بص لي كده مع الاوبشن بتاعك اللي اسمه دي او الكلمه كامله اللي اسمها ديفولت. طيب كلام جميل، تعال هنا كده SU اليوزر واحد، ممكن اقول له كده set facl dash m، هعدل هعمل موديفاي للديفولت بيرميشن للجروب اللي اسمها يوزر اتنين، خلي البرميشنز بتاعتها دايما ريد رايت اكسكيوت، ها للدايركتوري اللي اسمها work. بالمناسبه الدايركتوري دي فيها ملفات دلوقتي، فالمفروض استخدم اوبشن ايه؟ ها ار. بص لي بقى كده دلوقتي، بص لي دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ها تعالى كده كيوزر واحد الاول، تعالى كيوزر اتنين شوف تقدر تعدل دلوقتي ولا لا، وبعد كده نضيف ملف ونشوف يقدر يضيف على الملف الجديد ولا لا. خلاص تعالى كده su اليوزر اتنين، تعالى هنا كده التاتش او بلاش تاتش cd slash work ايكو تيست فايل خمسة في الملف اللي خمسة برضو ما ضافش. ليه ما ضافش؟
ليه ما ضافش؟ حد عنده إجابة؟ أعتقد الإجابة هتبقى موجودة لو أنت عملت كده get facl من الفايل اللي اسمه فايل 5. بص لي كده الفايل اللي اسمه فايل 5، هل في أي بيرميشن للجروب اللي اسمها يوزر 2؟ لا، أنت لما بتحط الديفولت بيرميشن هيبقى للحاجات اللي جاية جديدة بس. تاني، لما تيجي تحط الديفولت بيرميشن هتطبق للحاجات اللي هتضاف من اول وجديد، او اسف هتضاف من اول دلوقتي. طيب لو كانت في حاجات موجودة قبل كده فانت لازم تعمل لها ايه؟ ها، operation not permitted set facl dash m للجروب اللي اسمها user 2، خليها لي read write execute. فايل 3 operation not permitted، ده معناها ان فايل 3 عندك فيه خازوق. ليه؟ لأن فايل 3 اوند عن طريق حد تاني. خدت بالك من الحتة دي؟ فايل 3 اوند عن طريق مين؟ ها؟ يوزر 2. فأنت بما إن أنت عامل لوجن كيوزر واحد مش هتقدر تعدل في يوزر 2. صح؟ صح؟ كده السيستم عنده حق. هو كده 100%. طب تعالى نمسح احنا فايل 3. نرجع تاني كده كيوزر واحد. خلاص ls slash work اهون. طيب تعال هنا كده نطبق نفس الامر بتاعنا اللي احنا عملناه dash r، اعمل لي dash m modify الجروب اللي اسمها user 2 read write execute. خلاص المرة دي لو انت جيت وعملت له كده su، عشان ما انساش كمان انا المفروض كنت عايز اسيت الديفولت بيرميشن، الديفولت للجروب اللي اسمها يوزر 2 خليها لي ريد رايت اكسكيوت، ده عشان الفيوتشر او للملفات اللي هتضاف من اول وجديد او هتضاف من اول دلوقتي، بمعنى ادق من اول دلوقتي. خلاص تعالى هنا كده وتعالى نروح نعمل اس يو كده ليوزر 2. بص دلوقتي اليوزر 2 هيعمل ايه. خلاص سي دي سلاش ورك كده فايل 5، تعال هنا كده يا عم هتقدر تعمل تاتش دلوقتي، اسف تعدل في الملف ده، بدأ يتعدل اهو. طيب كلام جميل، تعال ارجع يوزر واحد وتعال اقول له كده سي دي سلاش ورك تاتش فايل 6. خلاص بعد كده ايكو تيست فايل 6 في الملف اللي اسمه فايل 6. ها خلاص ملف لسه متضاف جديد اهون، ملف جديد لسه ما كانت اسمه فايل 6، وفي سطر بسيط خالص اسمه تيست فايل 6. تعال نخرج منه، تعالى كده su user 2 cd slash work ls cat فايل 6. طب ممكن اعدل فيه؟ خليه 66. قدرت اعدل المره دي، المره دي قدر ينهرت البرميشنز منين؟ ها من البيرنت دايركتوري بتاعته. تاني بشكل سريع، لو حبيت تنهرت البرميشن لازم تستخدم ايه؟ لازم تستخدم ايه؟ الكي وورد دي، اسف، او الاوبشن دي عشان تستخدمها كديفولت. ها وضحت؟ دي عشان تستخدمها كديفولت بيرميشن. وضحت الحته دي؟
طب لو ما استخدمتش الديفولت خلاص هيطبق على اللي موجود حاليا، بس اي ملف جديد مش هيورث البرميشن من الدايركتري الاصليه بتاعته. يعني لو عملت ملف اسمه فايل 50 دلوقتي جوه وورك، فايل 50 مش هينطبق عليه نفس القواعد اللي انت حاطها للدايركتري من بره. وضحت الحته دي؟ وضحت؟ طيب كلام جميل، تعال كده نشوف البرميشنز. جيت اف اي سي ال من سلاش وورك كده، بص لي كده هيقول لك الجروب اللي اسمها يوزر 2 من حقها تعمل مش عارف ايه. خلاص تمام. في ايه تاني؟ طب انا عايز امسح البرميشن لليوزر، بص لي كده الديفولت يوزر، الديفولت يوزر ويوزر 2. تعالى لي هنا كده يا عم. انا عندي يوزر 2 اهون، يوزر 2 من حقه يعمل ايه؟ ها يريد ورايته اكسكيوت. ممكن اقول له كده set facl dash x من اليوزر اللي اسمه ها يوزر 2 للدايركتري اللي اسمها work. راح فين يا سيدي؟ راح فين؟ انا كان موجود عندي بس جروب يوزر 2. طيب عايزين نبين لك في مثال، عايزين نبينها لك في مثال. تعالى كده اقول له set facl dash m لليوزر اللي اسمه يوزر 2، خليهولي read و execute بس للدايركتري اللي اسمها سلاش وورك. تعالى كده جيت اف اي سي ال، بص لي كده اليوزر اللي اسمه يوزر 2 اهو. عايز تمسح البرميشن بتاعته دي؟ بص ايه اللي حصل ليوزر 2 اللي كان موجود هنا. خلي بالك ده جروب يوزر 2، الجروب اسمها يوزر 2، ما تلخبطش نفسك. في فرق بين الجروب اللي اسمها يوزر 2 واليوزر اللي اسمه يوزر 2 اهو. فاليوزر اللي اسمه يوزر 2 كان معاه ريد اكسكيوت، عملت انا ايه هنا؟ ها حذفتها داش اكس، معناها احذفها. خلاص كده؟ طيب بص لي كده لو عندك دايركتوري بالمنظر ده، تعال نضيفها مره ثانيه، نرجعها نضيفها مره ثانيه. عندك دايركتوري بقى عليها يوزرز عنده بيرميشن وجروب عندها بيرميشن، عندك مثلا يوزر مش عارف ايه عنده بيرميشن ايه وجروب مش عارف ايه عندها بيرميشن ايه، والدنيا ايه ملخبطه على الاخر، وعايز تحذف كل البيرميشنز اللي موجوده ديا. ها عايز تحذف كل البيرميشنز اللي موجوده دي تعمل ايه؟ كنت اقول له كده set facl dash b للدايركتوري اللي اسمها سلاش وورك. لو جيت تقول له get facl، بص ايه اللي حصل لها، حذف كل البيرميشنز اللي كانت عليها. شكرا، خلاص باي باي كده. حد عنده اي مشكلة؟ وضحت الحتة دي؟ محدش عنده اي سؤال؟ مفيش ولا واحد فيكم عنده اي سؤال؟ ما شاء الله يعني. بس ادي باختصار شديد جدا الايه؟ ها البرميشنز او الاكسس كنترول ليست مع البرميشنز. هنرجع مره ثانيه، لسه فاضل لنا جزء واحد بس في الموضوع دون، اللي هو ها السي تي يو اي دي او الاس يو اي دي والاس جي اي دي والستيكي مات، وبعد كده هنتكلم على اليو ماسك كمان. فاضل لنا يعني يعتبر حصه كمان في الموضوع دون عشان نبقى خلصناه خالص وانتهينا منه بشكل كامل ان شاء الله. ماشي؟ طيب يعني انا مضطر اكتفي بهذا القدر النهارده، والحمد لله يعني ان انا من الصبح والله في تريننج ولسه مخلص دلوقتي حالا قبل ما اجي لكم على طول، فانا ما بقتش شايف قدامي اصلا يعني. حرفيا مش شايف قدامي. فايه نكمل ان شاء الله بكره. يعني حاول بكره ان شاء الله، رغم ان انا بكره عندي تريننج تاني، فربنا يسهل ويستر بكره اعرف ايه اديكم ان شاء الله. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.